تناجئه خصوصا على مستوى الطرق على مستوى السكة الحديدية دائما تستثنى مدينة القصر الكبير من الطريق السيار من سكة الوراق أو القطار السريع. ولو هنا أفتح قوسا بأننا نحن مثلا في أنا كما يعرف الجميع أنا مولد قصري المولد وطنجي النشأة والدار، ولكن ما زلت عندي غيرة على مدينة القصر الكبير على الأصول وعلى الجذور وروحي متجذرة في مدينة القصر الكبير. نجد صعوبة في مدينة طنجة لإقناع بعض زملائنا وأقاربنا حول الصورة التي أخذت عن مدينة القصر الكبير. دائما عندهم صورة أن مدينة القصر الكبير مدينة عفنة، مدينة ملوثة، مدينة بدوية، مدينة فوضوية، مدينة عشوائية، ودائما يتخيلون القطار وهو سائر في مدخل المدينة. وأنا قد أقول الحمد لله أن الوراق لم يدخل لحد الآن مدينة القصر الكبير، ربما ستترسخ هذه الصورة غير الصورة السلبية عن مدينة القصر الكبير، وأنا شخصيا أجد صعوبة لإقناعهم بأن مدينة القصر الكبير هي مدينة أول حاضرة في المغرب، وأن المدينة لا حضارة أندلسية ولا أصول، سواء بالنسبة لسكانها في ملبسهم في سكنهم في طريقة تعاملهم في جميع شؤونهم. ولهذا نحن نسجل بكل أسف، وسنحاول في هذه الجمعية إن شاء الله والذي أنتمي إليها بكل فخر أن نحاول أن نرجع للصورة الناصعة لمدينة القصر الكبير ونقربها إلى جميع الأجيال سواء كانت الأجيال الحاضرة أو الأجيال المستقبل. إذن شكرا للجميع على هذه التدخلات القيمة. الآن سأعطي